مره واحده كده على الدخن ولا ايه اللي حصل؟ هي مره احنا كنا خاطين علينا الباب بس طلع الدخن جوه ولو جه علينا الاسعافات بره. من ساعتها البيت ماشي بس وعطاها وشوشين وفوق هي لسه تعبانه برضه. وضع مستقر بالنسبه لهم. دي لو تتركع بس الحمد لله بتركع يعني عطاها وشوشين وفوق هي لسه تعبانه. ألف سلامة عليك. ألف سلامة. طب نطلع بره خلاص. عشان ده بقى كلام.